دايما في الاميون كومبرومايز انديفيدوال. التاكسونومي او تسميه النيوموسيستس هي في الاول كانت جينس من البروتوزوا قبل ما تبقى كلاسيفايد بعد كده از فانجس. كونفيرمد بعد كده انها فانجس بيزد على الار ان اي والجينس والجين سيكونس بتاعها اللي تم بعد كده. تسميه النيوموسيستس كورنيا هي تسميه خطا لان دي السترين اللي بتنفكت الراتس مش بتنفكت الهيومن. التسميه الجديده هي نيوموسيستس جيروفيتشي او بينطقوها بالالماني شويه يوروفيتشي. ده التسميه او السترين اللي بتنفكت الهيومن، اما الكورنيا دي اللي بتنفكت الراتس. لكن هي ما زالت معروفه او مدرجه على طول بالابريفيشن بتاعها بي سي بي. النيوموسيستس جيروفيتشي ده كان يعني كهيستوري الاول، اول حاجه بدات تتشاف في الورلد وور 2 في المال نورشد انفانت وفي الناس الاندر ويت والبريماتيور. بعد كده بدا يزيد الانسنس بتاعها في الستينات والسبعينات لما بدات تظهر الهيماتولوجيك مالجنس وتتشخص، وفي الثمانينات كانت البيك بتاع الدايجنوز بتاعها عشان الاتش اي في. الريسك فاكتور طبعا يعني هما بيقسموا دايما البي سي بي لتو جروبس، جروب للاتش اي في وجروب نون اتش اي في. فطبعا في المقدمه هو الاتش اي في بالذات لو السي دي فور سيل كاونت بتاع البيشنت اقل من 200 وما بياخدش انتي ريتروفايرال او ما بياخدش بي سي بي بروفلاكسس. المجموعه الثانيه في مقدمتها طبعا الجلوكوكورتيكويد يوز، فلذلك من الحاجات المهمه ان احنا ندي بي سي بي بروفلاكسس للناس اللي ماشيه على كرونيك كورتيكوسترويد زي ما بندي البروتون بامب وبندي فيتامين دي والكالسيوم، لازم نحط معاهم بي سي بي بروفلاكسس. الناس اللي بياخد اذر امين سبريسيف دراجز لو في ديفكت في السيل ميديتد اميونيتي، الماليجنس بالذات الهيماتولوجيك، السيل ترانسبلانتيشن والسوليد اورجان ترانسبلانت، في مجموعات ثانيه كتير. طيب الكلينيكال مانيفستيشنز، المانيفستيشن اوف البي سي بي بتبقى دايما جرادوال ان اونست، بتيجي فيفر يوجوالي نون برودكتيف كاف، ديزنيا بتبروجريس اوفر دايز تو ويكس وبتوصل البرزنتيشن اب تو 3 ويكس. 5-10% من العينين بيكونوا اسيمتوماتيك وممكن يبقى معاهم في حالات الاتش اي في اورال ثراش، ده كومن كو انفكشن موجود. الهيموبتس والبلورال افيوجن ار رير فايندنج. بالنسبه للريبراتوري فايندنج من الحاجات السنسيف بات نوت سبيسيفيك ال دي اتش دايما بيعلى في البي سي بي وبيبقى انديكيتور انه في بوسيبل بي سي بي انفكشن، لكن هو مش سبيسيفيك لان ممكن مع الاندرلاينج هيماتولوجيك مالجنس زي الليمفوما يكون برضو ال دي اتش عالي. الواحد 3 بيتا دي جلوكان ده طبعا ده سيلول كومبوننت في معظم الفونجاي وبرضه انكلودنج منهم البي سي بي، بيعلى برضه في حالات البي سي بي لكن برضه ما هواش سبيسيفيك. الاي بي جي دايما في حالات البي سي بي مش اولويز لكن غالبا بيكون في هايبوكسيميا بيقسموها مايلد ومودريت سيفير. لو البي او 2 اقل من 60 فبتبقى سيفير، مودريت من 60 ل 70 واكتر من 70 بيبقى مايلد، بيقسموا الحاله از مايلد كيس. وبرضه الاي جريدينت بيكون الفيدي. في حالات الاتش اي في ممكن نلاقي السي دي 4 سيل كاونت قليل اقل من 200. الابروتش فور دايجنوزس، الدايجنوز شوت بي كونسيدرد في اي عيان جاي بريسك فاكتور فريس بي مقدماتهم طبعا الاتش اي في وما بياخدش بي سي بي بروفلاكسس او انتي ريتروفايرال بجاي بنيومونيا او بروجريسيف ريسبيراتوري سيمتوم، لازم تتحط في الديفرنشال دايجنوزس. تشوزنج ذا اوبتيمال سبيسمن، عندنا اكتر من طريقه العينات دي هتتاخد سواء سبيوتم او سواء برونك ارفر لافاج او ترانس برونك لانج بايبسي. هي من الحاجات اللي هتعملها يا اما تعملها ستيننج زي ما هنا في الباثولوجي قالوا او تعملها بي سي ار. انا ما اعتقدش ان في بي سي ار، حضرتك سمعت يا دكتور مجدي في بي سي ار عندنا هنا؟ موجود في البي سي بي؟ البي سي بي باي فار تمام. الموست كومن سبيسمن او سامبلز اللي بناخدها زي ما قلنا سبيوتم او برونك الفار لافاش او انتروكيل اسبيريت لو في عنا لفنتليتور. يفضل ان احنا نعمل سبيوتم اندكشن عن طريق هايبرتونيك سلاين. السبيسيفيستي بتاعت الميثود دي بتوصل ل 100% والسنسيفتي من 55 ل 90% مع الدايركت فلورسنس اند بودي ومن 85 ل 100% في البي سي ار. فالسبيوتم لوحده من الحاجات الدايجنوستيك كويس جدا. فور سام بيشنت الانديوس سبيوتم ممكن ما يبقاش دايجنوستيك يطلع نيجاتيف سواء بالدايركت فلورسنس او بالبي سي ار، وهنا ده مش هيرول اوت البي سي بي. فالخطوه الثانيه ان انا هعمل برونك الفا لافاش او ترانس برونك لانج بايبسي، وده البيست اوبشن فور البيشنت اللي مش قادر يجيب انديوس سبيوتم بالهايبرتونيك سلاين او السبيوتم بتاعه الانتروكيل اسبيريت كان نيجاتيف وانا مازال في سسبشن للبي سي بي. البال الون هذا دايجنوستيك يلد لوحده بيوصل من 90 ل 100% في حالات الاتش اي في. الترانس برونكال لانج بايبسي ليه دايجنوستيك يلد بيوصل ل 100% وكان بي ادد لو البرزنتيشن بتاعت البي سي بي از اتيبيكال او في اذر ديفرنشال دايجنوزز ومحتاجه ترانس برونكال لانج بايبسي. الدايركت فلورسنس اند زي ما قلنا ده البريفيرد ستيننج تكنيك فور دايجنوز اوف بي سي بي اند مور سنسيف ذان الجنرال ستينز. السنسيفتي بتاعته بتوصل اكتر من 90% في جنرال فانجل ستيننج انكلودنج زي ما قالوا السيلفر ستين والجيمسا ستينز. البي سي ار تيستنج كان هيلب كونفيرم الدايجنوزس لو في سسبكتد كيسز ويز نيجاتيف سبيتم اوربال زي ما قلنا من شويه. لكن في حاجه مهمه انه ما بيعرفش يفرق بين الكولنايزيشن والديزيز بالفعل. الراديولوجي والباثولوجي يعني دكتوره داليا وزملائنا كان عنه. البي سي بي تريتمنت بقى طبعا الكورنر ستون تريتمنت هو الكومبينيشن ترايمي سوبريم سلفامكسازول.
ده التريتمنت اوف تشويس في حالات البي سي بي اوف اني سيفيرتي ان بيشنت وزاوت اتش اي في او حتى في اتش اي في نفسه. الدوز بتعتمد في عينين ما فيش فيهم رينال امبيرمنت من 15 ل 20، ممكن للتسهيل تبقى 20 ملغ بالكي جي بير داي، بتتاخد في 3 او 4 ديفايدد دوزز. ممكن بنبتدي انتروفينس في الحالات السيفير وبعد كده من شيفت الاورال. البيشنت شود ريسيف انتروفينس ثيرابي انتل ذا ار كلينيكال ستيبل لحد ما البي او 2 تبقى اكتر من 60، ريسبيرتوري تقل من 25، بدا ياخد اورال في انتاكت او فانكشنال جاستروانتستينال تراك. الديوريشن بتكون 21 يوم. الموجود في مصر اللي هو ستيبترين دي اس، احنا بنحسب الجرعه على ترايمي سوبريم، يعني هو التركيز في 160 في القرص الواحد. لو احنا بنقول 20 ملغ بالكي جي على واحد مثلا وزنه 60 كيلو هنحتاج حوالي 1200 ملغ بير دي، يعني ما يعادل تقريبا 7 او 8 اقراص في اليوم. فساعات بندي قرصين 3 مرات في اليوم او 3 اقراص حسب الوزن، لو الوزن اكتر من كده هنزود الدوز. في الترناتيف ريجيمن بالذات في الناس اللي عندهم حساسيه من الصلفه مش قادر ياخد الترايمي سوبريم، ذا تشويس الالترناتيف ايجنت يعتمد على السيفيرتي بتاع ديزيز وبيشنت تولرنس. في جدول بالحاجات دي شويه مكتوب في مقدمتهم ان هو الترايمي سوبريم مع دابسون او البريماكين او البنتاميدين. في واحد اسمه ادفا كوين بس ده انا ما سمعتش عنه قبل كده، لكن البنتاميدين والبريماكين اعتقد حاجه منهم موجوده في مستشفى الحميات تقريبا، في الحميات جبناه في حلقه. اي صحيح. الكورتيكوسترويد ريكومند طبعا في الحالات بالذات السيفير مودريت سيفير كيس، لو البي او 2 اقل من 70 او الاي جريدنت اكتر من 35. ففي الحالات السيفير الحالات المايلد مش هنحتاج كورتيكوسترويد. الكورتيكوسترويد شود بي انيشيتد كونكرنتلي على طول مع الانتي نيمسيس الثيرابي، بندي 21 يوم برضو. بنبتدي اول بالبريدنسلون 40 ملغ مرتين في اليوم، يعني بندي 80 ملغ بير دي، ودي هاي دوز من الكورتيكوسترويد. وبعد كده ده لمده 5 ايام، بعد كده الخمس ايام اللي بعد كده بندي 40 ملغ مره واحده في اليوم، بعد كده 20 ملغ مره واحده في اليوم لمده 11 يوم، يعني ندي 80 بعد كده 40 بعد كده 20، وده الاجمالي 21 يوم. من المهم برضو السكندري بروفلاكسس بقى بعد ما نخلص الكورس، يعني افتر كومبليتنج 21 دايز كورس اوف تريتمنت لازم العيانين ياخدوا انتي مايكروبيال ثيرابي كبروفلاكسس تاني عشان نقلل الريكورنت انفكشن. زي ما الدكتوره داليا قالت ان الريسك اوف ديفلوبينج ريكورنت بي سي بي من غير بروفلاكسس بيوصل من 60 ل 70 او 80% في خلال سنه واحده لو ما خدش انتي ريتروفايرال ثيرابي او ما خدش بي سي بي بروفلاكسس. دي الجرعه بتاعه البروفلاكسس اللي هو السيبترين او ترامي سوبريم سلفوكسول، بتاخد 1 دبل ستراند تابلت ديلي او ممكن ادي 1 سنجل ستراند تابلت ديلي او بندي 1 دبل ستراند تابلت 3 مرات في الاسبوع. في الالترناتيف طبعا بس دول الاشهرهم، ده المتاح دلوقتي على طول. اند ثانك يو. ونختم الجلسه ديت بزميلنا واخونا الدكتور احمد هريل.